بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في أول حصة لنا في مادة الرياضيات والخاصة بالصف العاشر. إن شاء الله راح نتطرق في درس، أول درس معانا اللي هو درس الميل. في البداية قبل أن ندخل في الدرس نعطيكم بعض من الملاحظات اللي محتاجينها فعلا نحن خلال حصة اليوم. في البداية طبعا الأمور اللي أنا محتاج لها كطالب في أجهزها معاي، نجهز معاك دفتر، بس دفتر عشان تسجل فيه بعض الملاحظات، أيضا تجهز معاك الكتاب، كتاب المدرسة، أتوقع الجميع استلم الكتب. كذلك تحميل، أطلب منكم بس تحملون برنامج اللي هو قارئ الباركود، في برامج موجودة في المتجر الخاص بهواتفكم سواء الأبل أو الأندرويد أو أي نظام آخر، قارئ الباركود. كذلك تحملون برنامج لمسابقة أيضا راح نعمل لكم على آخر الحلقة، في برنامج كويزز، نحمل برنامج كويزز أو أنه حتى تدخل على الجوجل وتكتب كويزز وراح يظهر معك أول خيار. إذن هذه الحاجات اللي محتاجينها إن شاء الله خلال مجريات حصة اليوم. في البداية طبعا أنا راح أعرض لكم الكتاب، الكتاب هذه شكل الكتاب صف العاشر. راح ننتقل مباشرة إلى محتويات الكتاب. الوحدة الأولى، طبعا هذه الوحدة اللي هي باسم التكنولوجيا، هذه محذوفة من الأساس، يعني قبل حتى الوضع الراهن بسبب مرض كورونا، هذا محذوفة سابقا. الحاجات اللي راح ندرسها نحن في هذا الفصل الهندسة التحليلية والمجسمات، هذا من صفحة 42 مثل ما ظاهر أمامكم، من صفحة 42 لحد تمارين ومسائل صفحة 74. كذلك الوحدة الثانية أو اللي هي الثالثة عفوا، هذه محذوفة نهائيا هذا الفصل. فبننتقل مباشرة بعدها إلى الوحدة الأخيرة، الوحدة الرابعة اللي هي الأعداد الحقيقية والمصفوفات. هذه الوحدة يمكن وحدة طويلة ومتكونة تقريبا من ثلاث وحدات في وحدة واحدة، اللي هي أول حاجة راح نتطرق إلى الجذور، وبعدين راح ننتقل إلى المصفوفات، وأخيرا في جزء بسيط اللي هو المتباينات، أخذها الطالب في الصف الثامن فكرة بسيطة، وكذلك في التاسع راح نتعمق فيها إن شاء الله في العاشر، وهي من ضمن آخر دروس في هذه الوحدة. هذا تكملت بالنسبة للعناوين. إذا إن شاء الله بعون الله راح نبدأ درسنا اليوم اللي هو بعنوان ميل الخط المستقيم. الآن الطالب لأول مرة يأخذ حاجة تسمى الميل، هذا الميل اللي شايفين عنوان الدرس أول مرة يتطرق للطالب. الآن لو سألتكم سؤال، قلت لكم هين نسمع كلمة ميل بالعادة؟ ما كنا نسمعها في الرياضيات، كنا نسمعها في الحياة الطبيعية في الواقع. مثلا نقول والله أحيانا نشوف مستوى نقول هذا المستوى مائل. أيضا أشهر مثال أو أشهر معلم في العالم من ضمن عجائب الدنيا السبع اللي هو برج بيزا المائل، قلت بيزا وليس بيتزا، برج بيزا المائل اللي هو في إيطاليا أيضا من ضمن تطبيقات على الميل. كذلك الميل أيضا نجده في الشوارع، أحيانا نحصل شارع مستواه في مستوى من الانحدار من الأعلى إلى الأسفل. كذلك في تشكل الجبال فيها انحدار، هذا الانحدار يمثل ميل. أيضا وين ممكن نشوف الميل؟ كذلك أحيانا لما يتم بناء الأسطح، أسطح المنازل بالعادة يوجه السطح إلى مثل ما يقولون سلوب أو انحدار إلى مخرج الماء، على أساس الماء ما يتجمع في السطح فيعملونه مثل الميلان البسيط. فكل هذه الحاجات اللي شفتوها في الميل هي أساسها أصلاً رياضيات، أساسها رياضي، لها معادلات ولها حاجات. إن شاء الله خلال هذه الدروس راح نفهم ما المقصود بالميل رياضياً. قبل أن ندخل في الدرس أيضاً أنا أحب أني أمهد لحاجة اللي هو لما نرسم مستوى الإحداثيات. خلونا أرسم لكم مستوى الإحداثيات اللي درس الطالب سابقاً بهذا الشكل، وأعتذر من الرسم لأن لا توجد لدي مسطرة. عموما بهذا الشكل، هذا المحور الصادي وهذا المحور السيني.
إذن هني المحور الصيني، وهذا عندي المحور الصادي. طبعا تعرفون التقسيمة، عند الأعداد 1 2 3 وهكذا، هني بالسالب سالب 1 سالب 2 سالب 3، هني راح يكون في المحور الصادي 1 2 3 وهكذا، هني عندي أيضا سالب 1 سالب 2 3. زين، بالنسبة لمحور الإحداثيات، المحور موجود على مستوى بعدين، بعد المحور الصيني يسمى طول مثلا، والبعد الآخر اللي هو المحور الصادي يسمى العرض، أو العكس، هذا طول هذا عرض، في النهاية بعدين. المحور الصيني درس الطالب في الصف التاسع له معادلة، يعني هذا المحور كامل، المحور الصيني هذا اللي موجود باللون الأحمر أنا سويته حالك، هذا له معادلة. وش معادلته؟ يجب أن الطالب يفهم معادلته، صاد تساوي صفر، معادلة المحور الصيني صاد يساوي صفر. لماذا صفر؟ لأن كل النقاط اللي موجودة هنا، كل النقاط اللي موجودة على الخط الأحمر الإحداث الصادي فيها صفر. يعني مثلا هذه النقطة لو جينا نكتب إحداثياتها، إحداثياتها عبارة عن 1 في الصين وفي الصاد صفر. النقطة هذه إحداثياتها عبارة في الصين 2 وفي الصاد صفر. لاحظوا الإحداث الصاد، لو جينا هنا مثلا نقول مثلا 5 و0، لاحظوا الإحداثي الصادي، الصادي صفر، هنا عندي صفر وهنا عندي صفر. فبالتالي معادلة المحور كامل، هذا المحور معادلته صاد يساوي صفر، هذا يجب أنكم تخلوها في بالكم. كذلك لو كملنا حن في الجهة الأخرى أيضا نفس هذا، معادلته صاد يساوي صفر. الآن السؤال، لو كان عندي خط آخر، هذا الخط يمر في الأعلى موازي للمحور الصيني بهذا الشكل ويقطع النقطة 3، عفوا أنا كأني مسحت، خلنا نسوي تراجع، هذا الخط بهذا الشكل ونعمل ويمر بالنقطة 3 ويوازي المحور الصيني، ملاحظين متوازيات. هذا معادلته وش بتكون؟ معادلته راح تكون عبارة عن، خلنا نكتب اللون الأحمر، صاد، خلنا أسمع إجاباتكم، صاد وش يساوي؟ نحن نشوف محور الصيني قلنا صاد يساوي صفر، هني لما مر بالثلاثة بنقول صاد، أيوه بالضبط صاد يساوي 3، وهكذا قسها على جميع المستقيمات. لو جانا مستقيم آخر مثلا رسمناه هني بهذا الشكل يمر بالنقطة سالب 2، هذا وش بتكون معادلته؟ معادلته راح تكونها صاد يساوي سالب 2، يعني معادلة أو اسم هذا المستقيم اسمه صاد يساوي سالب 2. انتهينا من المحور الصيني واللي يوازنه، الآن ننتقل إلى المحور الصادي. المحور الصادي معادلته، أنا أسمع إجابات، أتوقع الطلاب فاهمين. المحور الصادي معادلته راح تكون صاد يساوي أو سين يساوي صفر. وبنفس الشرح السابق، إيش السبب؟ لأن لو أخذنا نحن النقاط هذه، كل النقاط هذه النقطة إحداثياتها هني، لو جينا نكتب إحداثياتها في السين عندي إيش؟ صفر، بينما في الصاد 1. النقطة هذه اللي هني إحداث السين 0 والإحداث الصاد 2، وهكذا كل النقاط هني. لو نلاحظ أن الإحداثي أن الإحداثي الصيني، الإحداث الصيني لها صفر، فبالتالي المحور كامل، المحور الصادي اسمه أو معادلته هي سين يساوي صفر، وهكذا نقيسها على بقية الخطوط. لو رسمنا خط موازي له مثلا هني ويمر بهذه النقطة بهذا الشكل، هذا معادلته وإيش راح تكون؟ نقول سين تساوي كم؟ تساوي 1، لأنه يمر بالنقطة 1، وهكذا بالنسبة لبقية المستقيمات. هذا كتعريف بسيط بالنسبة لي قبل أن ندخل نحن في الميل، نحسب لكم الميل وكذا، فكرة بسيطة عن المستوى الإحداثي والمستقيمات الموجودة. أيضا موجود مستقيم شهير عند الطلاب درسوه في الصف التاسع، اللي هو راح أرسمه حالك بهذا الشكل، يمر في نقطة الأصل بهذا الشكل، هذا المستقيم. وإيش معادلة هذا المستقيم؟ أنا لو سألتكم سؤال قلت لكم معادلة هذا المستقيم، مثل ما سمينا نحن هذا صاد يساوي صفر، هذا سمينا سين يساوي 1، هذا سين يساوي صفر، هذا المستقيم وإيش معادلته؟ أنا متأكد أن الطلاب جاوبوا، هذا معادلته أو اسمه صاد يساوي سين، الصاد يساوي سين. إيش معناه؟ معناه لو أخذنا قيمة من هني مع 1 راح تواجهها في الصاد 1، لو أخذنا 2 راح تواجهها هناك في الصاد 2، فكل قيمة موجودة في السين هي نفس القيمة لها في الصاد. فهذا المحور هو يسمى محور تناظر، المحور الإحداثيات، يعني قسم المستوى الإحداثي إلى قسمين متماثلين. هذا بالنسبة بهذا الاتجاه. الاتجاه الآخر لو كان بهذا الشكل راح يكون صاد يساوي سالب سين، ما راح نتعمق كثير.
راح ندخل مباشرة إلى درسنا اللي هو الميل بعد ما أعطيناكم هذه المقدمة البسيطة. تعريف طبعا راح نبدأ مثل ما قلنا لكم من صفحة 42 بإمكانكم المتابعة في الكتاب. جهز الورقة والقلم وبنبدأ نكتب أهم الملاحظات. بالنسبة لي ميل الخط المستقيم كتعريف وهذا غير موجود في الكتاب. ميل الخط المستقيم معناه هو ظل الزاوية، ونخلي خط على ظل الزاوية. إيش معنى ظل الزاوية؟ ها طلاب العاشر درستوا العام في الصف التاسع، ظل الزاوية إيش معناه؟ نسمع إجابات. ظل الزاوية معناها وإيش؟ عفوا مع ليش ما راضي يكتب اللون. أيوة ظل الزاوية معناها النسبة المثلثية اللي هي إيش؟ ضاء. تتذكرون الضاء درستوها في الصف التاسع، إيش مع الضاء كان يجي؟ الجاء اليتا الضاء. طيب اللي هدنا بالآلة الحاسبة كنتوا تسوونها ساين وكوساين والتان. إذن الضاء هي ظل الزاوية التي يصنعها الخط المستقيم مع المحور الصيني الموجب، ويرمز للميل عادة بالحرف ميم. إذن ما بنكتب الميل كل مرة، بنكتب لكم الحرف ميم ومعناه أن يقصد به إيش؟ يقصد به الميل، أي أن الميل يساوي ظل الزاوية. هذا الكلام إيش معناه؟ معناه أن لو رسمت عندي محور إحداثيات بهذا الشكل، طيب على السريع كذا، وعندي على سبيل المثال مستقيم، هذا المستقيم وهني يصنع زاوية بهذا الشكل، مقدار الزاوية هذه خلنا نسميها الزاوية مثلا ها أو سيتا أو أي رمز. فميل المستقيم هذا اللي ظاهر أمامكم باللون الأحمر له ميلان، ميله يمثل ويش؟ الضاء الزاوية ها. كيف نوجد الضاء بالحسابة؟ نستخدم ويش؟ التان، تان الزاوية هذه. الزاوية يعطيك إياها في الاختبار، تبدأ من صفر إلى 180، أو حتى إذا زالت راح يكون الميل أيضا له قيم أخرى. خلونا نأخذ تمارين بعد ما عرفنا نحن الميل شرحه بالزاوية أنه ظل الزاوية. نأخذ المثال الأول، خلونا نقرأ المثال مع بعض. احسب ميل المستقيم في الحالات التالية. هذا المستقيم يصنع زاوية مقدارها كم؟ 30 مع المحور الصيني الموجب. إذا نركز المحور الصيني الموجب، يعني هذا المحور، المحور الصيني الموجب ما له علاقة في السالب، ها الطالب يجب أن يربط بالموجب. إنزين قياس الزاوية 30، فبالتالي مباشرة حسب ما قال الأستاذ قيس في القاعدة أن الميل هو ظل الزاوية، فبنقول أن الميل خلوني بس أصغر الخط شوية لأن أحس أنه كبير نوعا ما. إذا الميل يساوي طبعا ما شرط أن نكتب الميل، حتى نكتب ميم مثلا أو ميم، يساوي ضاء الزاوية 30. نسويش ضاء الزاوية 30 بهذا الشكل. طبعا سووا بالآلة الحاسبة وشوفوا الناتج كم يطلع معكم حتى تقربونه، راح يطلع لكم بالفواصل أو راح يطلع لكم بالجذور. الفكرة الآن أنك تقول ويش تان الزاوية، راح يطلع لك قيمة كذا 1.5 1.1. إنزين هذه فكرة بالنسبة للميل. خلونا نشوف المثال الثاني. المثال الثاني وش المثال الثاني؟ يقول لك يصنع زاوية مقدارها كم هذه المرة؟ الزاوية 140. لاحظوا أن الزاوية زادت، يعني ما الزاوية اللي فوق 30 كانت زاوية حادة، زين الحين بتكون زاوية منفرجة. فبالتالي بنقول الحل إذا مباشرة ميم اللي هو الميل يساوي ضاء الزاوية 140. سوها بالآلة الحاسبة راح تطلع لكم قيمة إيش؟ سالبة، راح تطلع بالسالب. سالب شوفها حاجة فاصل، أتوقع 1. بالسالب. فأنا اللي أريد أوضحها لكم أن عندي يوجد ميل موجب وميل سالب. الميل الموجب مثل هذا اللي ظاهر معاكم الآن هني باللون الأحمر، هذا المستقيم هذا ميل موجب. الزاوية لما تيجي من الصفر الحد قبل 90، إذا جاءت الزاوية المستقيم هني في هذا الربع هني الميل بيكون موجب. إذا تعدت 90، إذا تعدت 90 يعني جاءت مستقيم هني مستقيم آخر هنا، هذا كلها هذا ميل هني يكون إيش؟ ميل سالب، بينما هني راح يكون الميل إيش؟ ميل موجب. إذا لما يكون بهذا الاتجاه كل ما زادت قيمة سين زادت قيمة صاد، هني يكون إيش؟ الميل موجب. لكن العكس لو كان منحدر جاي من الأعلى إلى الأسفل راح يكون الميل سالب، أو كل ما كانت الزاوية أكبر من 90
الزاوية أكبر من 90 وأكبر من 180 أو أصغر من 180 راح يكون الميل سالب. جرب الحين في الحسابة، ها معاكم الآلة الحاسبة، مقربين الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة ضرورية لكم في الصف العاشر يا شباب، نحتاجها كثير. نضغط على زر التان، شوفوا في الحسابة موجود أتوقع فوق زر التشغيل أو تحت مكتوب لك ساين كوساين والتان، الضاء هي التان، إذن هي راح أكتبها لكم عشان نوضحها لكم في الآلة الحاسبة، أن الضاء في الآلة الحاسبة هي ويش التان. نضغط تان أي زاوية، زاوية واحد زاوية اثنين ثلاثة أربعة عشرين ثلاثين خمسة وأربعين لين نوصل قبل التسعين، ما نوصل تسعين نوصل لتسعة وثمانين فاصل حاجة، راح تطلع لك قيم موجبة، لكن لو زدت عن التسعين راح تطلع لك قيم سالبة، يعني مثلا ضاء المئة، ضاء مئة وعشرة، ضاء مئة وعشرين، ضاء ثلاثين، مئة وثلاثين، كلهن هذه إيش قيم سالبة. إنزين أتوقع الآن الصورة اتضحت بالنسبة للميل لما يعطيني زاوية. الآن أنا معي هني تدريب اثنين، بعد ما خلصنا تدريب واحد احسب ميل المستقيمات الموضحة، المستقيم لام والمستقيم ميم والمستقيم عين الموضحة في الرسم. خلونا نشوف نحن أول حاجة هني بنقول ويش ميل المستقيم لام، خلنا نخلي حالكم في قوس، يساوي وش يساوي؟ خلوه يصنع زاوية مقدارها كم؟ إذا ضاء هذا المستقيم لام اللي هو باللون موضح أمامكم باللون الأحمر أو الأحمر الفاتح، الزاوية اللي يصنعها مكتوب لك هني كم؟ 45، فبالتالي بنقول ضاء كم؟ ضاء 45. سووا بالحسابة ضاء 45، شوفوا إيش راح يطلع معكم الناتج، راح يطلع معكم الناتج يساوي إيش؟ يساوي 1. إذن ميل هذا المستقيم، خلنا أوضح لك الواحد بهذا الشكل، إذن ميل هذا المستقيم ميله 1. طيب خلنا نحل السؤال اللي جنبه، نرفع شوية للأعلى، ناخذ ميل المستقيم الثاني اللي هو ويش ميم، هذا المستقيم اللي باللون الأزرق، ليش بيكون ميله المستقيم باللون الأزرق؟ يصنع زاوية كم مقدار هذه الزاوية؟ إذن نقول ضاء يساوي وتراجع، إذن يساوي ضاء الزاوية اللي يصنعها باللون الأزرق اللي هي ضاء 60، ويساوي إذن الميل يساوي، طبعا شوفوا بالآلة الحاسبة كم راح يطلع معكم الميل. إنزين الآن نشوف المثال الأخير اللي هو المستقيم عين، إذن بنقول ميل المستقيم عين يساوي ضاء، ايوه سمعت واحد من الطلاب قال ضاء 45، ايش رايكم يا شباب؟ ضاء 45 هل الاجابه صحيحه؟ انا اعرف ان في طلاب الان متوصلين للاجابه. هذا المستقيم الاخضر لو قلنا نحن يصنع زاويه مع المحور السيني، هذا المحور السيني الموجب هذا واضح امامكم، كم الزاويه اللي يصنعها؟ يعني معناه اني باخذ الزاويه كامل مني لحد هني، هذه الزاوية كم مقدارها؟ هني عندي هو وضح لك في السؤال أن هذه الزاوية مقدارها 45، وهناك أصلا عندك الزاوية من المحور السيني للمحور الصادي إيش نوع هذه الزاوية؟ زاوية قائمة، فهني معناه أن عندك 90 زائد 45، فهني بنقول إيش الميل يساوي؟ يساوي باللون الأحمر بنقول 90 زائد 45 اللي هو إذا نقول الميل يساوي ضاء الزاوية 135، وشوفوا بالحسابة ميل الزاوية أو ظل الزاوية 135 راح يطلع لك يساوي سالب 1، راح يطلع معاك يساوي سالب 1. لاحظوا الميل، كل الميل اللي باللون الأحمر والأزرق ميل موجب، لكن لما راح في المستوى الثاني أو في الربع الثاني صار الميل سالب. هذه مقدمة بسيطة في الميل. بندخل الآن في معلومة جديدة، ميل المستقيم بمعلومية نقطتين من نقاطه. يعني أنا عندي يا شباب لما أحدد أرسم لك مستقيم في المستوى بهذا الشكل، هذا المستقيم رسمته في المستوى، المستقيم عشان يتحدد حاله نقطتين على الأقل، يعني هذه النقطة وهذه النقطة مثلا على سبيل المثال،
النقاط لها إحداثيات بشكل عام، هذا بتكون مثلا سين واحد وصاد واحد النقطة الأولى. النقطة الثانية راح تكون سين اثنين وصاد اثنين، يعني ما حطاك إياها بالأرقام، خذها حالك بشكل عام. هذا مستقيم يمر بالنقطتين، يقول لك كيف نحسب ميله. تعلمنا في الخطوة اللي قبل أو الجزئية اللي قبل أن الميل نحسب عن طريق ظل الزاوية. الآن في طريقة أخرى ما شرط أن نستخدم نحن ظل الزاوية. وش هي الطريقة اللي موجودة معاك في الكتاب؟ وبعدين هو توصل إلى نتيجة. القانون يقول لك أن لأي مستقيم، أنا أسوي لك، يمر بالنقطتين سين واحد وصاد واحد والنقطة الثانية سين اثنين وصاد اثنين مثل ما رسمت حالكم، فإن ميل المستقيم إيش يساوي؟ لاحظوا في الأعلى إيش سوى في الأعلى وإيش أيضا سوى في الأسفل. خلينا نأخذ مثلا لون الأزرق، شوف الفرق بين اللون اللي في البسط واللي في المقام. في البسط صاد اثنين ناقص صاد واحد، بمعنى آخر إنه قام بطرح الصادات، فهني هذا فرق الصادات صاد اثنين ناقص صاد واحد على. في المقام سوالي العكس، أخذ السينات، فرق السينات خلاه في المقام. أحيانا الطلاب يقولون نحن دائما يجب أن يعني نلتزم بهذا القانون. لا، حتى هني أنا سويت لك وضحت لك في الكتاب، ما موضح أنه ممكن أنك تبدأ بصاد واحد بشرط أنك تبدأ تحت بسين واحد، ما شرط تبدأ بسين واحد وصاد واحد، بصاد اثنين وسين اثنين، عادي حتى لو تبدأ بسين واحد وسين اثنين. لاحظوا إيش الفرق بينهم، خلني أنا أمسح هذا عشان توضح الصورة معك أكثر. شوفوني، لاحظوا إيش الفرق الآن بين اللي حددته صاد اثنين وهني سين اثنين. لاحظين الفرق أن بديت هني باثنين وهني بديت بالواحد، كله صح. لاحظوا بعدين هني عندي صاد واحد وهني سين واحد، شوفوني عكست بينهم، عادي ماشي إشكال لو عكست بينهم. لكن اللي دائما يغلطون فيه الطلاب، يجب أنك تنتبه أنك إذا بديت بالثانية بالإحداث الثاني، يعني بالنقطة الثانية في البسط، لازم تبدأ في المقام بالإحداث الثاني بالنقطة الثانية. إذا بديت بالنقطة الأولى يجب أن تبدأ أيضا في المقام بالنقطة الأولى. هني طبعا هذا يساوي، طبعا هو معنى آخر يعني أشرح حالكم، أنه يساوي التغير الأفقي، أو هني في الصاد التغير الرأسي، طبعا هو موجود في الكتاب بهذا الشكل، على التغير الأفقي. أحيانا يكون بالكلام تغير رأسي على تغير أفقي. إيش معنى تغير رأسي؟ معناه أنا لما شرحت حالكم في المحور، خلنا أشرح حالكم هني ماشي إشكال، عشان يكون الطالب مستوعب كل شيء، ما يحفظ. إذا نحن قلنا الميل يساوي التغير الأفقي الرأسي، عفوا الرأسي على التغير إيش الأفقي. إيش معنى؟ معنى هذا محور الإحداثيات بهذا الشكل، قلنا لكم نحن أن هني معناه نطرح صاد اثنين ناقص صاد واحد، وهني سين اثنين ناقص سين واحد بهذا الشكل. هذا اللي فوق هو التغير الرأسي، اللي معناه أن راح نقيس التغير في بشكل رأسي، شكل عمودي بهذا الشكل من الأعلى إلى الأسفل، هذا اللي هو إيش التغير الرأسي. هني التغير الأفقي اللي هو الأفق، أيضا هني يجب أن أوضح للطلاب إيش معنى أفق وإيش معنى رأسي. الرأسي اللي هو يكون عمودي من الأعلى إلى الأسفل ويشكل زاوية 90، الرأسي دائما يخص المحور الصادي لأنه لو ملاحظين جاي بشكل عمودي. بينما الأفقي اللي هو الأفق، لما الشخص نقول ينظر إلى الأفق، نظرك الأفق يعني بشكل ممتد إلى الأمام، فالتغير الأفقي هو يخص المحور السيني، فنحسب التغير هني في المحور السيني، هذا ناقص هذا. إنزين، خلونا نكمل الآن هذا القانون بشكل عام. خلونا دائما لما أعطي الطلاب قانون حتى في المدرسة، نوعا ما نسبة الاستيعاب عند الطلاب لقانون تكون نسبة قليلة 20% أو 30%، لكن لما أعطيهم مثال الطالب ما شاء الله مباشرة يفهم من المثال بشكل سريع. فخلونا نشوف نحن هني أوجد ميل، إذا مطلوب عليك أنك توجد ميل. خلونا نصغر الخط كالعادة هذا الشكل، الذي يمر بالنقطتين، أعطاك النقطتين 3 و1 و7 و3. أول حاجة يجب أني أوضح السين واحد والسين اثنين وصاد واحد وصاد اثنين فوق هني، هذه النقطة نسميها سين واحد، وهذا الواحد عبارة عن صاد واحد. إذا النقطة الأولى صاد سين واحد صاد واحد، النقطة الثانية عندي سين اثنين وصاد اثنين. خلونا نشوف الحين القانون، نقول إيش القانون يقول لك؟ إن الميل ميم يساوي، ها نكتب واحد من القانونين، إما صاد اثنين ناقص صاد واحد، يعني فرق الصادات نقص الصادات من بعضهن، أو وتحت في المقام
سين 2 ناقص سين 1 ويساوي. يلا خلونا نعوض الحين. يلا نمسك صاد 2، وينها صاد 2؟ اللي هي هذه 3. إذن بنكتب ويش؟ 3 ناقص الصاد 1 اللي هي كم؟ الصاد 1 كم مثل ما واضحة أمامكم هني اللي هي كم تساوي؟ الواحد. طيب فبالتالي بنقول 3 ناقص الواحد، وفي المقام عندك السين 1 اللي هي سين 2 عفوا اللي هي 7، بنكتب 7 ناقص السين 1 اللي هي 3 بهذا الشكل. فبالتالي يساوي الميل، نطرح عملية طرح بسيطة، 3 ناقص 1 فيها الاثنين، وعندك 7 ناقص الثلاثة فيها الأربعة. فبالتالي الميل طلع معي يساوي 2 على 4. طبعا هني الطالب خلاص ألم بجميع العمليات الحسابية أن هني محتاجين تبسيط، فهذا تبسيط 2 على 4 يطلع معك كم يساوي؟ يساوي نص 1 على 2. لاحظوا أن استخدمت الآن القانون الأول اللي على اليمين، استخدمت هذا القانون فرق الصادات على السينات. ماذا لو استخدمنا القانون الثاني؟ هل بيختلف تختلف الإجابة؟ لا، الإجابة ما راح تختلف. راح أكد لكم راح نستخدم هنا القانون الثاني، نقول هني ويش أو نستخدم القانون الثاني هني مباشرة هذا القانون. يلا خلونا نستخدم القانون. صاد واحد اللي هي كم صاد واحد عندي؟ عندي واحد ناقص الصاد اثنين، صاد اثنين قيمتها كم؟ 3 على السين سين واحد اللي هي كم؟ 3 ناقص السين 2 اللي هي كم؟ سين 2 ظاهرة معاي هني تساوي كم؟ 7. طيب يساوي بهذا الشكل، نوجد في البسط عندك 1 ناقص 3. ها طلاب صف العاشر العين ما تقولوا لي 2 كم تطلع؟ سالب سالب 2. وعندك 3 نقص منها 7 راح يطلع معاك سالب 4. ها والسالب تروح مع السالب يطلع لك قيمة موجبة، وهذا قيمته يطلع كم معاك تبسيطه؟ يطلع نص. لاحظوا ان الاجابتين وش فيهم؟ متشابهات، سواء استخدمت القانون اللي على اليمين او انك استخدمت القانون اللي على اليسار. طيب الحين ناخذ بعد ما اخذنا مثال على القانون، بناخذ مجموعه تمارين بنحلها حالكم على السريع، او الان خلال دقيقه كل طالب يمسك ورقه وقلم ويحاول أن يحل التمارين هذه ألف وباء وجيم. أنا بحلها حالكم لكن نترك المجال لكم عشان تتفاعلون معنا. هذا المثال والطريقة موجودة فوق أمامك، ويلا خلال دقيقة ابدأ بحل هذا التدريب. يلا بارك الله فيكم، راح أمهد لكم في البداية. إيش بنقول؟ ها نقول إن ميم لو الميل يساوي، طبعا تكتب القانون في البداية يسهل لك عملية الحل، صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1 يساوي. يلا ابدأوا في عملية الحل، خلنا نشوف نتوصل إلى إجابات. نعرف أن في طلاب الآن حلوا وجابوا إجابات. أيوة وقع أن خلاص الوقت كافي. خلونا نحل صاد 2 اللي هو كم عندنا هنا؟ صاد 2 نقول 5، تابعوا معي إذا في خطأ صححوا لي. 5 ناقص السالب 2 نكتبها مثل ما هي سالب 2، والناقص دائما هي في القانون موجودة ناقص. المقام عندك 1 ناقص 3، إذا نقصنا السينات من بعض، الصادات من بعض ونقصنا السينات من بعض. ومثل ما قلت لكم الحاجة اللي نبدأ فيها نحن بدينا بهذه الحاجة، فبالتالي نبدأها في البسط ونبدأها في المقام. يساوي، خلونا نكمل الآن. يساوي طبعا هني الطلاب دائما دائما لما تجيهم إشارتين بهذا الشكل سالب وسالب يعني يواجهون صعوبة. خلاص إذا كنت ما متأكد استخدم يا أخي الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة مسموح أنك تدخلها في الاختبار. فنكتب ويش؟ 5 ناقص سالب 2 هي الحساب الروحة بتحولها، فالأصلا شارتين يجتمعن مع بعضهم بعض يصيرون موجبات، فخمسة زائد 2 يطلع للناتج كم يساوي؟ يساوي 7 في البسط. وفي المقام عندك 1 ناقص 3 سالب 2، فبالتالي الإجابة راح تطلع عندك 7 على 2 وإشارتهم ويش؟ سالبة. هذا السالب طبعا حد يسأل أستاذ هذا السالب هين؟ هل هي تابعة للبسط أو تابعة للمقام؟ هي في النهاية إشارة للعدد كامل، يعني 7 على 2 إشارة سالبة. تبي تخليها في البسط، تبي تخليها في المقام، تبي تخليها أمامهم مثل ما أنا مسوي أيضا صحيح، بس جرت العادة أن نحن نخليها بشكل شوية أمام العدد إلى الأعلى قليلا. ما معناها أنها تابعة للبسط ولا معناها أنها تابعة للمقام، هي معناها للعدد بشكل عام.
المثال الثاني، حد حل المثال الثاني، اتوقع ان في اجابات حد حل المثال الثاني. خلونا نقول ها ميم يساوي، اذا نقول صاد 2 ناقص صاد 1. شفتوا كل ما نكتب نحن القانون خلاص القانون ترسخ في بالك، يدينك صارت سالكه في كتابه القانون، ما في صعوبه. اذا يساوي، خلونا نطرح الصادات من بعض. اذا نطرح اول شيء سالب 10، سالب 10 ناقص السالب 3 على عندك سالب 4 ناقص الصفر يساوي. طبعا عمليات حسابيه بسيطه، الاشارتين هناك مع بعض معناها جمع، راح يطلع معاك الناتج في الاعلى سالب 7، وعندك سالب 4 ناقص صفر معناها سالب 4، السالب يروح مع السالب، فبالتالي الناتج راح يكون عندك 7 على 4. هل يوجد تبسيط؟ لا، لوجود عدد اولي في البسط اللي هو 7 ما نقدر نبسطه مع الأربعة. زين جيم، نفس الأمثلة جيم، لكن بس في هنا حاجة جديدة جات الطالب، واجهة الطالب اللي هي نقطة الأصل. يا شباب ما هي نقطة الأصل؟ أستاذ اختلف المثال. لا، المثال نفسه، نقطة الأصل نحن نعرفها يا شباب. إيش هي نقطة الأصل؟ اللي هي صفر وصفر، نقطة تقاطع المحورين، محوري الإحداثيات، فبالتالي صفر وصفر. زين المستقيم هذا يمر بهذه النقطتين، فمعنى نقول الميل اللي هو ميم يساوي، نطرح الصادات من بعض، يعني صفر ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة على صفر ناقص سالب ثمانية، راح يطلع معي الناتج في البسط سالب ثلاثة، وفي المقام راح يطلع معي موجب ثمانية. فالميل، ميل هذا المستقيم طلع لي ميل سالب اللي هو سالب ثلاثة على ثمانية. حضر لكم مفاجأة الحين بعد ما خلصنا الفكرتين، كيف نجيب الميل عن طريق الزاوية، وأيضا كيف أن نجيب الميل عن طريق القانون اللي أعطيتكم إياه. نزيل خلينا نعطيكم نشوف المفاجأة، هل اللي محضرنها هنا المفاجأة ولا بتكون أيضا موجودة في مكان آخر. طيب خلونا نكمل، لا بعد هذا بتكون في مفاجأة. أيوة خلونا نشرح هذه الفكرة هنا. ميل الخط المستقيم، فتحوا الكتاب صفحة 47 اللي هو مسائل رقم 1. مسائل رقم 1 معطنك ثلاث مستقيمات أو ثلاث رسمات، وطالب أنك توجد الميل. نوجد الميل، فخلونا نحل وحدة من هذه الثلاث، نحل لكم وحدة على أساس أن احنا نغطي أكبر قدر من المسائل. خلونا نشوف هذه المسألة الأولى. احسب ميل المستقيمات التالية. طبعا هني ما موضح لك الإحداثيات، فأنت أول خطوة تسويها يا شباب نقوم بعمل الأرقام. هني عندي 1، عندي 2، عندي 3، 4 وهكذا. هني عندي 1، 2، 3، 4 حتى تكمل في الصادي السالب والسين السالب، لكن ما محتاجين. إذن عشان نوجد نحن ميل هذا المستقيم إيش محتاجين؟ عشان نوجد الميل إيش الحاجة الأساسية اللي محتاجينها عشان نوجد هذا الميل؟ ها لازم أن نطلع إيش؟ ها خلونا نسمع. نقطتين نحتاج نطلع، نقطتين. هو بدال النقطتين هنا معطونك ثلاث نقاط، فأنت اختار لك أي نقطتين موجودات، وعلى سبيل المثال مثلا النقطة هذه والنقطة هذه. خلونا نكتب إحداثياتهم ونصغر شوية الخط. إحداثيات هذه النقطة كم وكم، وهذه النقطة إحداثياتها كم وكم. في الصيني كم إحداثيات هذه النقطة؟ 2، إذن بتكون 2. وفي الصاد كم في الصاديات؟ 4، إذن 2 و4. النقطة الأولى. النقطة الثانية هني كم بتكون؟ عندك الواحد، وفي الصاد كم عندك؟ 3، إذا 1 و3. أعرف واضح ولا ما واضح؟ على العموم هذه النقطتين أنا راح أكتبهن حالك هني، النقطتين اللي أخذناهم 2 و4، والنقطة الثانية 1 و3. خلونا نوجد الميل. إذا نقول الميم يساوي، يلا هالقانون حفظناه، صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، خلاص حفظناه فهمنا القانون يساوي. خلونا نطرح الآن الصاد اللي هي 3 ناقص 4 على 1 ناقص 2 يساوي، في البسط راح يطلع معك 3 ناقص 4 سالب 1، وفي المقام 1 ناقص 2 يعطيني سالب 1، سالب 1 على سالب 1 يعطيني كم يساوي؟ يساوي 1. إذا ميل هذا المستقيم قيمته 1. طيب خلصنا منه. طبعا باء وجيم متروك للطالب. خلونا ننتقل بكم إلى فكرة جديدة أشرح لكم هذا التدريب. تدريب 5، اثبت، موجود في صفحة 44 حتى بإمكانك تفتح الكتاب وتشوف. اثبت أن
النقطة ألف وباء وجيم، هذه النقاط اللي معطاي إحداثيات لا تقع، عفوا لا تقع على استقامة واحدة. أنا أريد أشرح لا تقع على استقامة واحدة إيش معنى. معنى يا شباب أن أنا عندي، خلونا هني، عندي ثلاث نقاط. لما يقول لك لا تقع على استقامة واحدة، يعني معي نقطة هني بهذا الشكل، وعندي نقطة هني، وعندي نقطة هني. هل أستطيع أن أمرر خط يمر بهذه النقاط الثلاث؟ نعم، هني أنا أقدر أن أمثل خط يمر بهذه النقاط الثلاث مع بعض البعض. شفتوا الرسم طبعا ما دقيق، لكن هذه النقاط على استقامة واحدة. لكن كيف النقاط التي ليست على استقامة واحدة؟ يعني بتكون نقطة هني ونقطة هني ونقطة هني. هل يقدر حد منكم الآن هذه الثلاث نقاط رسمناها نقدر نمررهم مستقيم واحد عشان نقولهم كلهم في خط واحد استقامة واحدة؟ ما تقدر. يعني لو يترسم يمر بالنقطتين هذه، لا هذا المستقيم بقت نقطة خارج ما مر عليها. ها لو سوينا كذاك، ها مريت بهي النقطتين عفوا، ها لو سويت هني ما تقدر تمر به بمستقيم واحد. يعني واحد من الطلاب يقول لا أستاذ أنا بسوي مثلا هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، وبرسم مستقيم، يقول ها رسمت المستقيم بهذا الشكل. ها هل هذا مستقيم يا شباب؟ أنت ما رسمت مستقيم. المستقيم دائما لما تخلي القلم، سن القلم على الورقة، تمده ما تشيل يدك أو ما تلف أو ما تسوي أي حاجة بحيث أنه ما يصير في أي انحراف أو ميلان. فهني لما يكون هذا ليست على استقامة واحدة، يعني بمعنى آخر أن الميل في هذا الجزء بين هذه النقطتين هو نفس الميل بين هذه النقطتين، هو نفس الميل بين النقطة هذه مع هذه النقطة، كله نفس الميل. الميل بينهم ويش يكون متساوي. فبالتالي معناه أن هني الدرس هذه هني عشان نقولها لا تقع على استقامة واحدة، يعني نوجد نحن من أول شيء نوجد ميل ألف باء، المستقيم ألف باء اللي يمر بالنقطة ألف وباء، ونوجد ميل المستقيم باء جيم، أنا أسويه يكون، ونوجد آخر شيء نوجد ميل المستقيم ألف، عفواً سوي تراجع بسيط، أيوة ألف جيم. لاحظين عندي ثلاث نقاط، نأخذ الألف مع الباء، بعدين الباء مع الجيم، وبعدين الألف مع الجيم، نشوف الميل بين كل نقطتين هل الميل واحد، هل الميل متساوي ولا ما متساوي. في حالة أن كان الميل متساوي معناه أنهن على استقامة واحدة، في حالة أن كان الميل غير متساوي معناه أنهن ليس على استقامة واحدة. طبعا هذا السؤال بيكون متروك لكم، لأن أنا عندي حاجة أريد أعرضها لكم، متروك لكم وشوفوا الميل هل بيطلع بين النقاط الثلاث، يعني بمعنى آخر لما بين أخذ هذه النقطتين مع بعضهم بعض، وبعدين أخذ هذه النقطتين مع بعضهم بعض، وبعدين بأخذ النقاط اللي هي هذه ألف مع جيم، هل بيطلع الميل كله متساوي نفس الميل ولا مختلف؟ فأنا أقول أنه عشان يكون لا تقع على استقامة واحدة يجب أن يكون الميل غير متساوي. إذن الحل متروك لكم، بنقول إيش؟ ميل يساوي، وهني الميل يساوي، وهني الميل يساوي. وشوفوا في الكتاب موجود سؤال فوق التدريب حالين بنفس الفكرة، لكن هو مطلوب اثبت أنهن على استقامة واحدة، قارنوا حلكم بالمثال بالتدريب. الآن مثل ما وعدناكم معنا شوية مسابقة، نغير من شوية كل التلقين، نخلي الطالب شوية يتفاعل. مسابقة بسيطة، كل اللي عليك عن طريق برنامج الوورد وولد، كل اللي عليك أنك مثل ما قلت لكم تنزلون تطبيق الماسح، نمسح الرمز الكود اللي ظاهر أمامكم في الشاشة حاليا، راح يوديك مباشرة إلى مسابقة. تأدي المسابقة خلال يمكن أقل من دقيقة، أسئلة بسيطة على الدرس، ومن تخلص سجل اسمك، وبعدين راح نشوف ترتيب الأوائل، راح نعرض حالكم في الحلقة القادمة. إذن يلا حاولوا تمسحون الرمز اللي موجود ونحل في أقل حتى من دقيقة. طيب بنكمل الآن، أتوقع أن انتهت الفكرة أو هذا المسابقة. ننتقل بكم الآن إلى فكرة أخيرة في الدرس اللي هو ميل المستقيمات الأفقية والمستقيمات الرأسية. طبعا هني عندي أنزين، أنتوا الآن الطلبة اللي مثلا ما
ما قاموا ما استطاعوا أنهم يعملون سكان لهذا الباركود، أنتم نزلوا الآن التطبيق معاكم وبعدين بعرض لكم بعد ما أخلص من الفكرة هذه، بعد ما أشرح هذه النقطة برجع لكم لهاك الباركود بإمكانكم تمسحونه وتقرون المسابقة. ميل المستقيمات الأفقية والرأسية، طبعا أنا بشرح شرح كذا مبسط لهذا الفكرة، خلونا نعمل كذا بهذا الشكل. أنا عندي هني المستقيمات الأفقية، راح أرسم لك مجموعة من المستقيمات، هذا مستقيم أفقي، هذا مستقيم أفقي، هذا كلها مستقيمات ويش أفقية. إذا هني مستقيمات أفقية، المستقيمات الأفقية ميلهن على حسب النتيجة اللي موجودة في كتاب الطالب إن ميل المستقيمات الأفقية اللي توازي محور السينات، يعني هي مع محور السينات، ميلهن يساوي إيش؟ صفر. انتبهوا لهذا النقطة، سؤال دائما يجي في الاختبارات النهائية يقول لك إن ميل المحور السيني كم يساوي أو اللي توازي المحور السيني، مباشرة صفر. المستقيمات اللي في الجهة الأخرى هني راح أرسمها لكم بهذا الشكل، محور الإحداثيات، راح أرسم لك مستقيمات عمودية أو بهذا الشكل، هذا مستقيم عمودي، هذا مستقيم عمودي، لاحظين كل المستقيمات لهذه مستقيمات تسمى مستقيمات، اكتبها هني حالك، مستقيمات عمودية أو رأسية. ميلهن إيش يساوي؟ ميلهن المستقيمات الرأسية هذا غير معرف، غير معرف. المستقيم الرأسي يصنع زاوية كم مقدارها؟ أنا لو سألتكم هذا السؤال، كم يصنع الزاوية العمودي؟ هو عمودي دائما الزاوية كم؟ 90. فسووا في الآلة الحاسبة تان 90، ظل الزاوية 90، راح يطلع لك في الحسابة إيرور، غير معرف، زين، لأن التغير اللي تحت الرأسي صفر، فبالتالي لما تقسم أنت كم أي كمية على صفر يطلع لك غير معرف. بينما المستقيمات الموازية للمحور السيني ميلها يساوي صفر، هذا مستقيم المحور السيني، أنا سويت لك محور سيني بهذا الشكل في المستوى، كم الزاوية اللي يصنعها مع نفسه مع المحور السيني؟ الزاوية صفر، سووا تان صفر، تان صفر أو ضاء الصفر راح يطلع لك أيضا قيمته كم؟ صفر. فبالتالي ميل المتوازية أو الموازي لمحور السينات يساوي صفر. طبعا معنا هني مسائل عشان نختم البرنامج. ميل المستقيم موضح في الرسم، عندك مستقيم باللون الأحمر، يلا يا شباب هذا المستقيم وش ميله يساوي؟ لاحظوا أنه مستقيم عمودي، والمستقيمات العمودية أنت بالنظر ما يحتاج تحسب، الطلاب في الاختبار يقولون أستاذ نحن الوقت ما يكفينا، يعني هي مسألة بس بالنظر تحلها، يقعدون خمس دقائق يفكرون، هذا خلاص بما أنه عمودي على محور السينات فنقول أنه ويش الإجابة غير معرف. ميل محور السينات ذكرناها لكم، المحور السينات ميله يساوي إيش؟ صفر، يساوي صفر. هذا جبت لكم مسألة أسائل اختبارات سابقة، نحلها على السريع وفي الختام راح نختم لكم بالمسابقة. في الرسم المقابل المستقيم الذي ميله يساوي صفر، مستقيم خلنا أكبر لك الشاشة، ميله يساوي صفر. لاحظوا عندكم هذا المستقيمات، هل هو المستقيم لام 4 ولا لام 1 ولا لام 2 ولا لام 3؟ واضح اللي ميله صفر يجب أن يكون ويش؟ موازي لمحور السينات اللي هو المستقيم هذا اللي في الأسفل، ميله يساوي صفر، اللي هو مستقيم كم؟ لام 3، اللي هي الإجابة جيم، الإجابة جيم. طيب سؤال آخر، شوفوا هذا السؤال متى جاي؟ 2016-2017، أنت وقتها ما أعرف كنت صف كم؟ توقع صف، حسبوها صف الخامس السادس يمكن في هذا الحدود. الآن أنتم في سنة 2021، الله يعديها على خير إن شاء الله. في الشكل المقابل السؤال الثاني، ميل المستقيم ميم، طبعا ما عطنك مستقيم قال لك طلع ميله، إيش الفكرة اللي راح نسويها نحن هني؟ طبعا عندك نقطة، هذه النقطة عبارة عن صفر واثنين، والنقطة هذه عبارة عن سالب 4 وصفر. نحسب الميل عن طريق الفرق بين الصادات والسينات ونشوف ويش الإجابة. الآن لضيق الوقت أنا راح أعدي السؤال، سؤال أيضا آخر، ما المستقيم الذي ميله سالب 3؟ طبعا بما أن ميل سالب 3 فمعناه أن هنا يعني الميل الموجب راح أحذفه، شوفوا باء ميله موجب أنا راح أحذفه، ما بتكون من ضمن الإجابة، شفتوا هذه فنيات اللي الطالب يجب أن يتعامل معها بذكاء، أيضا هذا راح أحذفه لأنها ميلها موجب رايحات في هذا الاتجاه، يصنع زاوية مقدارها أو زاوية حادة، إذن الإجابة إما تكون ألف أو تكون جيم.
فشوفوا عنده نقاط هني 3 وصفر هني 0 3 وشوفوا هي منهن يطلع لي سالب 3. انا اشوف ان الاجابه هي الاجابه ويش الف. ليش؟ لان هني عندي النقطه عباره عن 0 و3 وهني النقطه عباره عن 1 و0. لما اسوي فرق السينات على فرق الصادات راح يطلع لي 3 على 1 3 على 1 ويساوي اللي هو سالب 3 على 1 يطلع لي سالب 3. طيب كان مجهز لكم مسابقة ختامية، لكن ما مشكلة نرجع لكم الآن. هذه المسابقة مسابقة الوورد وولد، بإمكانكم تمسحون الرابط هذا وينقلكم إلى المسابقة التفاعلية اللي تجاوبون عليها. محضر لكم صراحة مسابقات كثيرة في برنامج الكويزز، لكن الوقت ما يسعفنا أن نعطيكم إياها. عموما ان تقوموا باجراء الان هذه المسابقه، انا بحاول اني اجهز لكم المسابقه الثانيه اذا يسمح الوقت. ومخرجنا خلاص الان ممكن انك تلغي الشاشه لاني راح اشتغل على الويب، راح اعد المسابقه الثانيه في غضون ثواني ان شاء الله. طيب بس لحظات ان تحلوا المسابقه الان اللي اعطيتكم اياها لحد ما اجهز لكم المسابقه اللي راح نشتغل عليها. وأتوقع أن ربما أن الوقت ما يسعفنا. عموما إلى هنا نأتي إلى ختام درسنا لهذا اليوم. أتمنى من كل قلبي أن يكون الدرس خفيف ومريح ودرس يكون مفهوم لكم. مع تمنياتي لكم بالتوفيق، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في حصص قادمة. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.